السلام عليكم يا اخوان واخوات. اليوم مساء مرحبا بكم. انا الله يشعلك في فيديو من سوق سطاح في التاريخ 16/1/2021. وي هاك هاك سيمره ثانيه عندنا نعرف خونا حسن نبداو من عنده عاوتاني نشوفو الثاني. شحال الثمن اخي حسن؟ $54 هاد البيض هاد مزيان 354 شي مشكل يبان عندك سمعة استلم مزيان 354 بومليار ايه 344 344 يا اخوان هذا الله يسخر المهم زوينين تبارك الله. وكيداير السوق اليوم؟ اليوم كاين الثمن شويه مازال مزيود مزيان الثمن السلعه شويه قليله اليوم السلعه شويه قليله الله يزيد المتيسير هذا 1,465,000 ايناول هذا الزرق هذا 1,065,000 اخوان هذا واش الجزائري حسن؟ ها؟ الجزائري الجزائري اخوان غادي تبيع حتى هو 1,065,000 65 يعني 13,250 13,250 هذا 310 310 15,500 15,500 اخوان هانتوما دائما كنداو في الجزائري اخوان تبارك 15,500 درهم اخوان نتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساوش تدعمونا باللايك والجيم وبارك تبارك الله عليك. جوج هادو مخوذين جملة هاد جوج مخوذين جملة 414,000 جوج 8,14,000 20,000 20,700 20,700 درهم 4,000,000 14,000 20,700 هي ترجمنا نتوما اخونا حسن انت هو صابر معنا كاين الغيث اخوان هنا بزاف باقي ما نشوفش مازال نشوفش الصوت انتم اخوان اللهم بارك الله يسخر 330 16,500 هادشي اللي عندك اخي حسن كلشي جزائري كلشي جنوي 16,500 درهم 330,000 قلنا الزرق ياك هذا 380 زرق 380 بلجيكي يعني 19,000 19,000 درهم 380 380 19,000 درهم يعني جبت المليون قل 20 بلجيكا يا اخوان اللهم بارك شوفوا تبارك الله كي داير زوين الله يسخر الجميع هذه اخوان 1,078,000 قال لنا الصديق الجلال ما شاء الله 1,078,000 اللهم بارك تبارك الله يا الله يسخر موالينا اخوان عارف ان داك الشاروري ثمنه 2,34,000 بدا حتى هو ما عرفناش الثمن ديالو 2,34,000 اخوان الشارع كامل مربوط هنايا الله يسخر مولي 2,34,000 الشهر ولي بعدها هو راهو كيبان شوف الخير تبارك الله يا الله يسخر الجميع احنا مع الصديق ديالنا عزيز 330 الاخوان 390 1,090,000 1,090,000 1,036,000 وهذيك الزرقاء 370 الاخوان كيداير الثمن اليوم في الضريبات طالع السوق الاخوان كما سمعتوا الحمص قريب من شحال يطلع اخويا ديال 11.40 اخوان ايوا الحمد لله هانتوما كما تشوفوا العجلات هادو كلهم ماركات سلالات مزيانه هذيك الشهر هاد البيضه بلجيكيه بلجيكيه اخوان تبارك الله انتم شوفوا الخير ايوا كنشكركم الدراري الله يرحم الوالدين تبارك الله عليكم
شحال باش ديتي الماء؟ 130 130 هادي الزارية كسابية كسابية خوان 130 كيداير السوق اليوم الضريبة؟ مزيان كاين الثمن؟ بارك الله يجعل وهاديك الأخرى؟ هاديك وديت مادعين شحال 100؟ 190 ألف هي كسابية ياك؟ الله يسخر ليك تبارك الله عليك الله يرحم الوالدين شحال باش هاد السعر؟ ياك شحال خدتيها؟ 94 194 وكيدير كساب الثمن تزاد شوية؟ شوية شوية ان شاء الله زاد شوية زاد شوية اخوان كما قال سمين شوية مش عارف سمين ديك زاد؟ لا والي عام شوية راجع شوية؟ الله يرحم الوالدين وكان داخل السلعة اليوم بزاف؟ داخل السلعة السلعة موجودة السلعة موجودة الإخوان 134 ألف كسابية صغيرة زوينة الله يجيبك التيسيرة ودعمني فيها الله يجيبك الرزق شد خي رشيد كاميرا أنت شد كاميرا شد كاميرا صور أنت وريني خاص تعطينا الطريقة الصحيحة هذا الإخوان راك الزير معنا أخي رشيد هو اللي غادي يشد الجزيرة كيفاش نشوف أنا السي عبد الغني حتى الأولى حتى اللي منورات أسواق لا ماشية بالمغرب هذا خويا 340 هذا عجل باقي كسابي يقدر يتذبح دابا يقدر نزيدو واحد شوية في الماكلة أييه عجل مليح زين لا راس زينة نتوكلوا على الله والله يجيب التيسير للجميع الله يحفظك يا رشيد الله يحفظك ودير تحيه للمشاهدين تحيه للمشاهدين في المكان والاسواق الماشيه بالمغرب وهذا السي عبد الغني الله يعمر ليه الدار رجل خلوق وطيب وعزيز علينا الصراحه والله يعاون الجميع الله يحفظك يا رشيد الله يعاون الجميع الله يعاون الجميع واخا نسدو سدينا على هذا خويا ب 312 الف ريال تا هو عجل كسابي تا هو باقي ماشي ديال الذبيحه لا تا هو غادي نديو نزيدو شي بعد الايامات ان شاء الله هي كل فويلات باش نخرجوا حنا شي انتاج في اللحوم الحمراء يكون زين الله تبارك الله عليك راك معروف في السطاس اخويا كنشكرك بزاف على التعامل ديالك صافي هذا سيدي حك عنده حك عنده انت هو كسابي هذا تا هو كسابي هذا ماركه بحال البلديه تقريبا بحال البلديه ولكن أيه هو مليح هو يعني راه كلشي كيتبلد ملي كيعود العجل مثلا كيعود العجل واكل ماكله البلاد وزيد في البلاد راه كيعود بلدي واخا يكون لا راس الاصل ديالها اوروبي أيه هذا مليون و70 الف مليون و70 الف اخوان أيه بالنسبه لرشيد اخوان راه كاين حدا بن عباد راه الناس تاع السطاط كيعرفوا راه كاين تما عنده محل اون فاس مع بن عباد وكاين عنده محل تحت راه عنده جوج محلات اخوان هو خوف الله يجيب لهم التيسير والله يسخر الانتاج عندنا منتوج محلي حنا كنديو العجول وكنتقادوهم ونتجوهم عاد نجيبهم لمحلاتنا ان شاء الله غادي نديرو مع اخ رشيد شي لقاء ان شاء الله ونصورو عنده ان شاء الله والعلف المليح العلف ديال الفول واللي كيشرف على هذا الشيء هو هذا المعلم عندنا هذا الله يطول لنا في عمره الله يحفظك والله يبارك في عمره الله يبارك فيه الله يحفظك خويا رشيد يا عبد الغني الله يسخر ليك باقيين واحد جوج اللي بغيتي تصورهم ليه راهم ملاح مشيو عنده مشيو ولا نقطعو مشيو شو عندك انت؟ مازلنا اخوان مع الاخ راشد الصديق ديالنا قد تعرفنا عليه في حد ولا تفرجوا اخوان اذا كنت عقلت واحد التصور مليح تبارك الله لقيناه مخرجه مليح ديال بصح هذا التصور اللي خرجنا من الحد ايه خير هذا تقريبا نقول حل الوليد ديالو هذا ولد واحد ايه ايه هذاك راه كاين شي 520 راني عاقل عليه تقريبا تقريبا هذا تا هو كسابي تا هو كسابي الثمن هذا تاوك السابي خير هذا السابي هذا ب 310000 310000 15500 درهم وهذا هذا ب 304000 304000 15200 درهم رشيد راه كيقول لك شد عليه من الظهر باش الحري فيه عاد تقيل جدا شد عليه كامل خويا رشيد الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير وتبارك الله عليك الله نشكرك بزاف
يلا خويا الزيتون عطينا السنة والتمر. هذه اخويا والدة عجلة بلجيكية عطينا بجوج وستين. والدة عجلة بلجيكية جوج مليون وستين 23000 درهم من الاخوان. وهي هوستاين. هوستاين. هوستاينية تبارك الله. الله يسخر خونا الزيتون. هذه اخي الزيتون. هذه خدام مليون وسبعين الف. مليون وسبعين الف رواسية. رواسية دي حليب. رواسية حليب اخوان مليون وسبعين. حاول اللي بركي يطيح الراس. عندك هاد جوج الخيط الزيتوني وبالنسبة لي كيبغيو يسولو خاص خلينا من النمرة اللي بغا شي واحد شي حاجة ما عندناش مشكل واخا عطيني النمرة في فيديو ديريكت ولا خلي عندي بيرسونيل 0601 0601 55 55 59 19 59 19 الزيتوني السواق اللي كدير الزيتوني السب ديال السطات اللي 44 سليمان أيه. خميس سي برحال أيه. جمعة قيسر جمعة قيسر تاعي جمعة قيسر صافي الله يجعل شي بركة يا اخوان تبارك الله خويا الزيتون الله يبارك شو هذا خويا؟ ولد عجين عجل ولد عجين عجلة وكثيرة في السنة؟ رباعية رباعية الثمن؟ بجوج وخمسين جوج مليون وخمسين اخوان ولد عجلة اللهم بارك جوج مليون وخمسين الله يسخر لك لازم يتصل صحصحة الاخوان داخل تبارك الله فيها دائما تحية للمشاهدين كاملين في المكان الله يسخر الجامعة تبارك الله عليكم الله يكون الدرع الاخوان جوج وخمسين